مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار، مع حلقه جديده هنشوف فيها كل ما هو جديد على ارض مصر من استثمارات وتغيرات اقتصاديه واخر ما يحدث من احداث على الساحه المصريه. في البدايه زي ما عودناكم بنقول اخر الاخبار اللي بتحصل على ارض مصر. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده كان بيفتتح مجموعه من المشروعات القوميه بمدينه الاسكندريه، مشروعات مختلفه خاصه بالبترول والتعدين، ومشروعات اخرى خاصه بمشروع بشاير الخير. الرئيس كان في صحبته في هذا الافتتاح السيد علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الرئيس وجه مجموعة من الرسائل في خلال افتتاح المشروعات القومية الجديدة بالاسكندرية، وكان بيتكلم عن مجموعة حاجات اهمها هو لفت نظر المصريين للاهتمام بموضوع مخلفات البناء. الرئيس كان بيلفت نظر الناس ان خطورة البناء المخالف على الاراضي الزراعية هو مسألة امن وطني وقومي لينا وللاجيال اللي جايه، لان البناء على الاراضي الزراعيه بيؤدي الى نقص الرقعه الزراعيه اللي بيتم زراعتها، واللي في الاخر بتطلع منتج بياكله المصريين وبيستفيدوا منه على مر السنين على مر اجيالنا والاجيال القادمه فيما بعد. الرئيس بيقول ان خطوره البناء على الاراضي الزراعيه ما تقلش خطوره عن موضوع سد النهضه. بيقول احنا ممكن ما نحسش بده، هنحس بيه في ولادنا وولادهم لان الرقعه الزراعيه هتنقص. فكان الرئيس بيوجه رساله لكل المصريين انهم يهتموا بالحفاظ على الاراضي الزراعيه وعدم البناء عليها. كمان الرئيس كان بيقول ان البناء على الاراضي الزراعيه بيؤدي الى خطوره على المصريين اجمعين. بالاضافه لده سيادة الرئيس كان بيقول ان الناس بتقول او كانت بتقول له انه ما يتكلمش في موضوع مخلفات البناء وما يظهرش بقولش اراءه ويسيب الاعلام هو اللي يتكلم عنه. الرئيس بيقول انا ما بحبش اخبي حاجة عن المصريين، بتكلم معاهم بكل وضوح وصراحة زي ما كنا ايام ما كنا بنعمل التطورات والخطوات الاقتصادية اللي حصلت على ارض مصر، واعلن الموضوع وقال الشعب المصري الاقتصاد هيروح فين وايه اللي هيحصل، واحنا شفنا ولمسنا بنفسنا ان التخطيط لما هو قادم افضل من مواجهه الامور فجاه، بدليل ان احنا لما حصل فيروس الكورونا وجي مصر وجي على العالم بشكل عام احنا ما حصلش عندنا اي ازمات من ناحيه الغذاء او الاكل بالنسبة للمصريين، ما شفناش أزمة لا في سكر ولا في عيش ولا في دقيق ولا في أي حاجة من المنتجات الغذائية، بالعكس الحاجة كانت موجودة ومتوفرة. ويمكن ده على عكس اللي كان متوقع أو اللي كان بيتقال إن خلوا بالكم ده هيبقى فيه أزمة، ده مش هيبقى فيه شغل ومش هيبقى فيه أكل والموضوع هيبقى حاجة ضخمة جدا. لكن عشان إحنا النهاردة عايشين في دولة ليها تخطيط وليها حساب استراتيجي لخطوات قادمة مستقبلا، قدرنا ان احنا نمر بالازمة عكس دول كتير جدا ما قدرتش ان هي تتعايش مع ده. ويمكن ده الفرق، ان احنا عملنا خطوات استباقية في مصر، حتى السيطرة على الفيروس في حد ذاتها كانت بشكل جيد جدا الحمد لله، ودي كلها بسبب الخطوات الاستباقية اللي الرئيس كان بيخطط لها دايما، ان احنا دايما ما نستناش الحاجة لما تيجي لنا، لا احنا نستعد لها في البداية. كمان بالاضافه لده احنا بنشوف صراحه ومصداقيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيكلم كل المصريين في كل امور الدوله المصريه بكل شفافيه وعلانيه، وبيقول انا بعمل الصالح لصالح المصريين اجمعين. احنا لازم نشوف صالح بلدنا ونشوف توجهات الدوله رايحه فين، ونساعد الدوله ان هي تنجح في مخططاتها وتنجح في المستهدف اللي بتعمله عشان المصريين. هنبتدي النهاردة حلقتنا معانا ومعاكم، هيكون معانا الخبير العقاري
استاذ محمود البسطي. مساء الخير محمود بيه. مساء النور يا دكتور. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك وتسلم. هنتكلم معاه عن خطوات الاستثمار العقاري، حلول للسوق العقاري، اقتراحات جديده تساعد المشتري والبايع والسوق عموما وحركه العقارات في مصر، لخطوات جديده تساعد في فتح افاق جديده للسوق العقاري المصري. مساء الخير يا محمود بيه. مساء النور. اخبارك ايه؟ اتفضل. نعم الحمد لله. طيب في البدايه عايز اسالك على حاجه، احنا شايفين طبعا في الفتره الاخيره في توجه من الدوله للاهتمام بالمدن العمرانيه الجديده، من العاصمه الاداريه، من المنصوره الجديده، من العلمين الجديده، بقى في نهضه عقاريه على ارض مصر بشكل مختلف في مدن مختلفه كتير جدا. وفي اهتمام بالاجهزه التابعه للتنميه العمرانيه والاجهزه المدن زي التجمع وزي الشروق وزي العبور، كل الاجهزه الجديده كلها بيحصل ليها اشكال من التطوير داخل المدن. في البدايه عايز اسالك، انت شايف ان حجم المشروعات اللي بتتعمل على ارض مصر لاقي قبول من السوق العقاري ولا هي حاليا لسه اكتر من حجم الاستيعاب؟ في البداية أحب أشكر حضرتك وأسرة البرنامج على الدعوة الكريمة، وسبحان الله هي جت في يوم مبارك ومفترق زي ما احنا بنقول يعني، فكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعل لنا في اليوم ده دعوة مقبولة، ونتمنى لمصر بلدنا ولشعبنا كل الخير والأمان والازدهار. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك إن هو الدولة بتتجه لمشروعات كتيرة في المدن الجديدة، في العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، فهل السوق يستوعب ده ولا ما يستوعبش ده؟ بص يا دكتور، العقار بالنسبة للمصريين هو زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو الأمان من الزمان من زمان. طيب إحنا إيه أهمية العقار كعقار بالنسبة للمصريين؟ لما يكون 40% من المصريين مهنهم تكون حوالين العقار، تمام، من تجار مواد بناء، مهندسين، مكاتب استشارية، مقاولين، مسوقين، رسامين، وظائف إدارية ووظائف في شركات المقاولات، كل ده بيبقى حوالين منتج العقار. والعقار في مصر له اهتمام خاص، يعني هي البلد الوحيدة اللي اتقال فيها يعني يمرض العقار ولا يموت، والعقار ابن مبار. اي حد معاه شوية فلوس ولا يجيد اي حرف ولا يجيد اي تجارة، المصريين كلهم يجيدوا فن تجارة العقار، يحبوه. الاربع حيطان دول بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا. طيب مصر نفسها، الشعب المصري بيتقال عليه يعني دولة شبابية، يعني هي من البلاد القليلة جدا. كانت عددنا تقريبا اكتر من 60% شباب. 75% من المصريين سنهم تحت ال 35 سنة، و 3% من المصريين ازيد من ال 63 سنه. فهذا الكم الهائل من ال 100 مليون اللي فيه 75% عايزين ياخدوا شقق، فهيكون طبعا لاقي رواج وقبول جدا، خاصه تمام، من مشروعات الدوله ومشروعات المطورين العقاريين والمستثمرين الصغار. تمام، يعني افهم من كده ان في رؤيه ان كمان مشروعات الدوله فتحت مجال لحجم كبير من العمالة تستوعبها من خلال المشروعات اللي بتتعمل دي، يعني شغلت مصانع وشغلت ايد عامل في نفس الوقت جنب طبعًا المشروعات طبعًا. بغض النظر انها مشروعات بتطرح للبيع، لا هي كمان فتحت فرص عمل بشكل كبير سواء للصناعة او للعمالة. لا هي فتحت فرص كبيرة للمقاولين ان هو يشتغل في المشروعات اللي يطلق عليها القومية. المشروعات القومية اللي في العاصمة الادارية والعالمين الجديدة، ولكنها المشروعات دي يعني خلينا نتفق اذا كان بنتكلم لعظامها وضرورتها، ولكن هي مش قاطرة التنمية الحقيقية للعقار المصري زي اللي بيقوم بيه المطورين والمستثمرين الصغار. تمام، عشان هي منظومة، ده جزء وده جزء. بالظبط، هي بالزبط منظومة متكاملة جدا. بالظبط، بس هي الدولة طبعا بتساعد بوجود البنية التحتية والطرق والكباري والخدمات، بتساعد المطورين انهم كمان يعرفوا يشتغلوا. وهو ده دور الدولة اللي احنا منتظرينه، ان انا اخد في المدن الجديدة والاقي في كم، يعني اللي حصل مثلا في مدينة الشروق النهاردة، ان كل المنجهة وكل التطور اللي حصل في طريق السويس وطريق اسماعيلية بيستفيد بيه ساكن الشروق النهاردة قبل ما يستفاد بيه ساكن العاصمه الاداريه. تمام، لان هي بتعدي عليه الخدمات قبل ما توصل. بالظبط، فهي بؤره الاهتمام. طيب سؤال بقى، مدينه الشروق كمدينه من ضمن المدن التابعه لهيئه التنميه هيئه المجتمعات العمرانيه،
حضرتك شايفها ترتيبها فين؟ يعني مدينة الشروق دي لو احنا قلنا مثلا الاستثمار في مدينة الشروق او شراء العقارات هناك، لو قارناها مثلا بالتجمع، الشروق موقفها ايه؟ لا، الشروق، مدينة الشروق هي الفرس الرابح في الاستثمار العقاري في الجزء الشرقي. في الجزء الشرقي. تمام. أولا هي المدينة الوحيدة اللي ملهاش أي امتدادات. احنا عندنا طريق السويس من ناحية، وطريق طريق اسماعيليه من ناحية. اسماعيلية من ناحية، غرب الشروق منطقة الجيش ومستقبل ومدينة المستقبل من ناحية، هليوبلس ومدينة بدر من ناحية. إذا هي مدينة الشروق كلها 12,000 فدان، المخصص السكني فيها حوالي 7,000 فدان. ال 5,000 فدان اللي باقيين ما بين 15,500 1,500 فدان بالظبط، ما بين تجاري وخدمي وصحي وديني وترفيهي، والباقي كله ما بين طرق وما بين لاندسكيب. طب وهي يعني كخدمات بقى مدينة، يعني احنا بنتكلم على الشروق كمميزات خدمات مدينة عشان حد يبقى عايش جواها، فيها مثلا خدمات زي مثلا مدارس، زي جامعات، زي مولات. عايز تعرف الشروق هي ايه بالظبط؟ هي تطور الطبيعي المصري الجديد. هي مدينة سكنية من الطراز الأول، بتحقق لكل واحد من السكان طلباته الحياتية الضرورية والمستقبلية في آن واحد في مدينة الشروق. حتى من عبقريتهم لما عملوا المولات الكبيرة في مدينة الشروق، عملوا واحد على طرف طريق مصر السويس وواحد على طرف طريق مصر إسماعيلية، عشان حتى اللي هيجي للمولات دي تحديدا ما يحصلش ان هو يدخل المدينة فعمرها ما يحصل فيها تكدس مروري او ازدحام مروري. هي مدينة طريق عمومي كده، طريق مصر السويس، طريق مصر اسماعيلية، وثلاث روابط اللي هو الرابط ما بين ال ال احنا معانا مداخله بس، مهندس عبد اتفضل. الرؤوف الغيطي بمناسبه الشروق، اهلا رئيس وسهلا، جهاز مدينه الشروق. مساء يا الخير عبد اهلا الرؤوف وسهلا. بيه. يا مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وانت تمام بصحة وسلامة يا رب. ربنا يخليك. احنا كنا بنتكلم عن مدينه الشروق والاستثمار فيها، وطبعا يعني انا بصفه شخصيه بشكرك على الانجازات اللي انت عاملها في المدينه والتطور اللي بتعمله. وبعدين انا كنت سمعت ان في حاجه خاصه بالمواصلات انتوا عملتوها جديده، فعايز اخد سبق بيها منك يعني. عموما الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نغير الترخيص الخاص ب 20 اتوبيس ملك تمام. مجلس الامراء الشروق، اللي عمل مواصلات خارجيه تربط مدينه الشروق بالمدن المحيطه بيها. تمام. الحمد لله يبقى في خط ان شاء الله لمترو عبد المنصور، وخط العباسيه، وخط التجمع، تمام وخط العاشر من رمضان، تمام لتشجيع السكان ان هم يقعدوا في الشروق وينتقل عليهم الانتقالات من والى الشروق ان شاء الله. طب وده هيبقى مكانه فين بقى مركز الانتقال ده؟ والله هو ان شاء الله احنا لسه ما اتفقناش، يعني الاسبوع ده معانا ان شاء الله نبدا نعمل دراسه توفيه بحيث نقدر نعمل محطات تبادليه تمام تربط بين النقل الداخلي والنقل الخارجي. تمام فلسه يعني ما خدناش قرار نهائي المكان اللي هيبقى فين، بس القرار اللي خدناه ان هيبقى فيه خطين على طريق السويس وخطين على طريق الاسماعيليه اعتبارا من الاسبوع القادم ان شاء الله. طب وهي الانتقال الداخلي جوه الشروق بيتم عن طريق ايه؟ في وسيله نقل معينه ولا وسائل خاصه؟ جوه الشروق في اتوبيسات مجلس الامراء، في 20 اتوبيس دول خدنا منهم 10 هنشغلهم خارجي، وفي 10 شغالين داخلي بالاضافه الى منظومه السوزوكي، ودي كافيه ومقضيه الغرض يعني. يعني هما بينتقلوا جوه المدينه بين الاحياء وبعضها بوسيله انتقال داخليه تابعه للجهاز. في طبعا الجهاز موجود، وفي بالاضافه طبعا لمنظومه السوزوكي عندنا في العربيات السبع راكب. تمام. ربط برضه الاحياء ببعضها، وتحت ان شاء الله الفتره الجايه هتكون تحت مظله الجهاز باذن الله. تمام. طيب انا عايز اسالك سؤال، انا كنت عرفت ان المدينه او جهاز مدينه الشروق مساحته كبرت، يعني اضاف لك مساحه زياده عن اللي كانت معاك انضمت لولايه جهاز المدينه، بقت قد ايه بقى بعد الاضافه؟ مدينه الشروق دلوقتي تقريبا في حدود ال 53,000 فدان، يعني كانت المدينه الاصل 10,500 فدان بعد القرار الجمهوري تمام 36 لسنه 2017، تم اضافه حوالي 42,000 فدان اللي يصبح الاجمالي في حدود ال 53,000. طب والحدود؟ حدودها دلوقتي بقت الطريق الدائري، الطريق الدائري الاقليمي، طريق الاسماعيليه شمالا، طريق السويس جنوبا يعني. يعني هي بقت توصل حد الطريق الدائري. بتوصل الدائرة دلوقتي. يعني خدتوا الصف الثاني من طريق الاسماعيليه؟
احنا حدودنا دلوقتي بقت الحد الغربي هو تمام الطريق الدائري، تمام الحد الشرقي بقى الطريق الاقليمي تمام تقريبا، والحد الشمالي هيبقى طريق الاسماعيليه، الحد الجنوبي طريق السويس، عباره عن مستطيل كبير يعني. تمام طيب طب ما ده هيوفر بقى اكيد مساحات من الاراضي كبيره، ده هيتم طرحها بقى عن طريقه ولا هتبقى فيها؟ لا مش الطرح في المنطقه دي، المنطقه المضافه، مش هيكون الا بعد الاول ما ننتهي من اعمال التقنين اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، يعني المفروض في ملكيات موجوده تمام على الارض دلوقتي احنا بنقنن فيها، وان شاء الله مجرد ما نخلص هنبدا ناخد اجراءات الطرح هناك ان شاء الله. انتوا وصلتوا لفين في ملفات التقنين اللي هي قصدي حضرتك على المنطقه بتاعه الرابيه والجزء اللي في مدخل المدينه؟ تقريبا دلوقتي احنا انتهينا من تقنين 350 فدان، 650 350 350 تمام 350 فدان، وان شاء الله جاري رفض كمان بحدود ال 300 فدان كمان يعني. دول بالفعل اتخذ معاهم خطوات للتقنين ولا دفعوا بقى لا فعلا خلاص؟ خلاص اللجنه اقرت العقود بتاعتها. تمام بيدفعوا كام بقى؟ لا لسه هنعمل المطالبه بعد ما نعمل التخطيط والارشاد ان شاء الله. تمام طيب واخبار مخالفات المباني ايه والمصالحات؟ احنا متقدم لنا تقريبا في حدود ال 1200 طلب، تمام الجادين منهم فعلا وخدوا اجراءات على الارض في حدود ال 300 طلب، تمام سددوا مقدمات حجز او مقابل استطالة، تمام الجهاز اقر في حدود ال 120 او 130 طلب تقريبا، تمام معظم المخالفات كانت عبارة عن قروش وبادروم، تمام بس طبعا اللجنه عشان توافق ده في اشتراطات معينه اسأل على حاجة. بيتاكد ان هي موجوده في المبنى ده متوفره، خلاص بيقنن وبتصالح. تمام للاسف الشديد خلال الفتره اللي فاتت احنا لاحظنا من بعض معدوم الضمير بيستغلوا الفرصه وبيجي يقدم تصالح وهو اصلا ما عندوش مخالفه، وبعد ما بيقدم بيروح يخالف. هي المخالفة مش موجودة بالفعل، بيعملها عشان لا يتصالح عليها. فده بنرصده وبنتخذ معاه اجراء الاداله الفوريه، واعتقد سيادتك ملاحظ الفتره اللي فاتت كميه الادالات ان احنا بنعملها لمعدوم الضمير يعني. لا انا ملا... لا وانت كمان مش سايب حد يبني، انا عارف يعني اللي بيحاول يبني مخالف ما بتسيبوش اصلا ياخد الخطوة يعني. هيبه الدوله وانضباط الشارع ده عندنا خط احمر مش هنسمح باي حال من الاحوال تعدي عليه يعني. بالظبط. طب لكن المخالفات القايمه بتتصالح عليها؟ المخالفات القائمه بنتصالح اللي يقدم يعني، ما في مخالفات حضرنا يقدموه دول عادي تمام. هنطبق عليهم قرارات الازاله يعني، طب انما وهو اللي تقدم وكان جاد في التصالح وسد مقدمات الحجز طبقا لقرار مجلس الوزراء تمام، ده هنكمل معاه لحد ما نشوف اللجنه تقر التصالح معاه من عدمه يعني. وهو المفروض اللي بيقدم صاحب شركه استثمار عقاري ولا الساكن بقى؟ والله المدن الجديده عموما لها وضع خاص يعني، معظم الملكيات بتبقى ملكيات خاصة بالأفراد أصحاب الأرض دول تمام اللي بيتقدموا، تمام وفي بعض الشركات بتتقدم وفي سكان بيتقدموا. تمام اللي احنا لاحظناه إن الشركات لما بتبيع روف أو بتبيع بدروم للسادة المواطنين تكتب له في العقد إن هو خدمي للعمارة، تمام وبالتالي هو ضيعت على حقه إن هو يرجع عليها يعني، فبيضطر المواطن إن هو يجي يتصالح إن هو اللي غير نشاطه. هو اللي يتصالح بنفسه ان هو اللي غير نشاطها. فهمت حضرتك. طيب انا معايا استاذ محمود البسطي كان عايز اسالك سؤال برضو خاص بمدينه الشروق. اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك عامل ايه؟ ان شاء الله تكون بخير وكل سنه الحمد وسعادتك لله. طيب. انت بألف سلامة. انا ليا سؤالين يا باشمهندس وارجو يعني ما اكونش ثقيل الظل على حضرتك. السؤال الاولاني من 3 4 سنين لو انا كان عندي فيلا في الشروق وبنيت الروف بتاعها فانا ابقى كده مخل بالقوانين. بعديها بشويه لا لحظه بس لحظه يا فندم. اتفضل. لو من 3 4 سنين وبنيت الروف ده طبقا للقانون مفيش مشكله. لا انا بتكلم في قانون انذاك. ايوه يا فندم يعني تبقى باني الروف زياده يعني؟ بالظبط. باني او الروف مخالف. مش كده مخالف. في الوقت نفسه ان في جاري عنده فيلا تانية ده ملتزم وما بناش. فبأي منطقية يجي القانون ويكافئ المخل ويقبل التصالح بتاعه ولا يمنح هذا الحق لمن تمثل وتماثل لأمر القانون؟
ازاي؟ معظم الاحياء عندنا فن فئات عاليه، اللي عاوز يعلي دور بياخد دور. لا انا بتكلم بقى بعد الدور الثاني يا باشمهندس، انا بتكلم رخصه الفيلا بدروم وارضي. ما بعد الدور الثاني يا فندم، ده تشريع واحنا جهه تنفيذيه بننفذه. لكن هي جهه تنفيذيه تنفذه بغض النظر، مش هي اللي شرعته، مش هي اللي شرعته. هو بيتابع بس تنفيذ المصالحه على المخالفه، لكن مش هو اللي بيدي تصريح بيها. يعني احنا يعني حضراتكم كجهاز مدينه الشروق بتنفذ القانون المشرع من قبل المشرع، صح كده؟ تمام. تمام، اشكرك. طيب. السؤال الثاني، حضرتك قلت دلوقتي ان الناس المشتريين شركات الاستثمار العقاري كتبت لهم ان دول خدمي، فبالتالي سلبت منهم حق التصالح. لا تمام، سلبت من ان هو صاحب شركه التطوير العقاري هو اللي صالح. تمام بالظبط. طيب حضرتك طبعا عارف ان اللي بيشتري ما بيبقاش يعني ملم بالقوانين واللوائح. مع احترامي لسيادتك، ما في واحد بيشتري في المدن الجديده الا هو عارف انه لو حوله سكن مخالف او بدروم حوله سكن مخالف. ما هو ده حصر لم نكن على درايه او ما فيش جهه اعتمدت هذا الحصر. لكن انا سؤالي في حته تانية خالص، انا ليه يعني لحد 3 4 شهور فاتوا كان اي حد يروح مركز خدمه المواطنين، المبنى الفخم الجميل اللي جنب الجهاز، يروح يستعلم عن اي قطعه ارض، يقولوا له المخالفات اللي عليها ومسدد الاقساط ولا لا، وعليها وقف اعمال ولا لا، وباسم مين. لما صدر قانون التصالح فوجئنا ان جهاز مدينه الشروق يمنع الاستعلام عن الارض الا بحضور صاحب الارض او من ينوب عنه بتوكيل رسمي. ليه؟ ده كلام غير صحيح. قانون التصالح فندم بقاله سنه ونص، مش 4 شهور يعني. طيب بغض النظر عن دي، هل من 4 شهور لم يتم صدور قرار في جهاز مدينه الشروق ان هو ممنوع الاستعلام عن قطع الاراضي الا بوجود صاحبها او من ينوب عنه بتوكيل؟ صدر قرار لحاله معينه ومكملش بعد كده واستدركناه. يعني حاليا اللي عايز يستعلم ينفع يروح يستعلم مركز خدمه العملاء؟ مفيش مشكله. تمام. حتى لو هو مش صاحب القطعه، يعني لو حد عايز يشتري حاجه وعايز يستعلم عنها ينفع. ينفع يستعلم، هو مش اي مشكله. ويتهيألي ده برضو من وجهه اخرى، يعني لو حضرتك الاستعلام ده مفتوح هيساعدك في المصالحات. بص يا فندم، المشكله في حاجه في الاستعلام، عشان بس تكون واقعيين يعني. تمام. هو اللي بيجي يستعلم بيستعلم لاخر معاينه الجهاز قام بيها. تمام. تمام، ممكن صاحب القطعه اصلا ما جاش طلب ان يعمل طبقه او يسلم المبنى. تمام. تمام. فما عنديش في جهاز معينه تقول هو مخالف او مش مخالف. ما شفتش بقيه المنشأ وصل لحد فين؟ فين ما شفتوش. ودوت اللي عمل مشاكل، وده اللي عمل مشاكل وكان خلانا ناخد القرار بموضوع الاستعلام. ان المواطن بيقول انا رحت الجهاز وسالت، قالوا لي لحد الفتره الفلانيه ما كانش في مشاكل، بس ممكن يكون الراجل على الطبيعه عمل مخالفات. تمام. على تمام. غير علمكم. فاهم. انت ما عينتش بعد ما هو خلص. ما عينتش بعد كده. فيقول لك انا رحت الجهاز والجهاز هو اللي قال لي انها كويسه. ايوه فهمتك، فهمت قصدك. طيب في حاجه؟ لا 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 تمام. طيب سؤال اخير بقى، انتوا في هيحصل طرح جديد للشروق ولا لسه مش فيش حاجه واضحه؟ احنا ان شاء الله بنجهز كده الارض دلوقتي ان شاء الله لما المشروع جالنا. تمام. وفي قريبا ان شاء الله في مزاد المحلات ان شاء الله شهر 10 33 محل لتوفير الخدمات. دول في مركز المدينه؟ لا لا، محلات من المناطق من 1 ل 9. تمام. ان شاء الله يبقى في 33 محل هنعرضهم من ان شاء الله. تمام. وطيب سؤال بقى اخير، كان في قطع اراضي كومباوندات كنتوا سحبتوها. صح كده؟ دول هيطرحوا تاني ولا اصحابهم يتصالحوا عليهم بقى ولا ايه؟ اصحابهم دلوقتي هم كانوا قطعتين. قطعتين. والله في يا اما يتقدم للتعامل عليها بالاسعار الحاليه. تمام. تمام. واغلبهم مقدمين طلبات بكده. يشتريها تاني من اول وجديد. يعني الى حد الان يا باشمهندس لم يتم التصالح فعليا على القطعتين الكومباوندز دول. لا لسه في اجراءات بجاري اتخاذ بالظبط. مقدمين طلبات لكن ما تنفذش. ما تنفذش فعلا. لا تنفذ. لا بس قدموا، اكيد هو ليه اسبقيه انه ياخدها. طبعا. صح؟ يعني اكيد اللي كان واخدها اصلا له احقيه ياخدها عن حد يتقدم لها جديد. تبقى لقرار مجلس الاداره من حقه انه يتقدم ياخدها بالسعر الحالي او ينتظر لجنه فضل المنازعات. تمام تمام. ماشي عبد الرؤوف بيه، تعبناك وبندعي لك يعني ربنا يوفقك في ادارتك لجهاز مدينه الشروق، وان شاء الله تكمل كل الحاجات اللي بتعملها على خير ان شاء الله.
ماشي فن. ده اللي احنا بقى بنتكلم فيه. تمام. طيب نكمل بقى مميزات مدينة الشلو. يعني انا شايف اللي هو بيقوله دي مميزات مش موجودة في مدن اخرى. لا هي مميزات يعني مدينة الشلو. يعني انتقالات داخلية. هي مدينة الشلو هتبقى هي الفرس الرابح للاستثمار الفترة اللي جاية. وبعدين هيعدي من قدامها قطر الكهرباء اللي هو بتاع المونوريل. المونوريل. بالظبط. وهيبقى لها خط اوتوبيسات بيودي عندها ويمشي منها. بالظبط. وخاليه من المناطق الصناعيه. وخاليه من مناطق المولات الكبيره الضخمه اللي كل سكان التجمع الخامس دلوقتي بيشتكوا منها. تمام. فهي مدينه سكنيه من الطراز الاول وتطور الطبيعي المصري الجديده بكل تفاصيلها. طيب خلينا بقى نقول حته ايه يعني استثماريه. الكم او 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 العائد الاستثماري على مدينه الشروق، يعني لو رجعنا كام سنه ورا وقلنا مثلا المتر كان مثلا في الاندلس بكذا والنهارده بقى بكذا، في الشروق مثلا كان بكذا والنهارده بقى بكذا. اقول لحضرتك نقول النسبه والتناسب كان بيبتدي من كام مثلا وينتهي لكام، والنهارده بيبتدي من كام وينتهي لكام. قعدنا ذاكرناها وعملنا فيها احصائيات يعني للدجة. تمام. حضرتك عارف ان احنا يعني احنا كمجموعه عندنا مشاريع في التجمع في الاندلس وفي اللوتس وعندنا في الشروق. وفي الشروق بالظبط اللي سطرنا استثماريا الشروق مش التجمع. الشروق بالظبط. يعني حضرتك في اخر 2015 اول 2016 كان سعر المتر في الاندلس مثلا بتتكلم من 4.5 ل 5. كان في الشروق بكام؟ 5. كان في الشروق للمستهلك اند يوزر. تمام. طيب في الشروق كان كام؟ كان من 2.5 ل 2700 2800. النهارده بعد 2016 وبعد التعويم وبعد ارتفاع مواد البنى نتيجه التعويم الجنيه بقى المتر في الاندلس 7.5. يعني غالي كام؟ يعني غالي 30%. بالظبط. تمام. طيب في الشروق وصل ل 5.5 فغالي يعني ما يقرب من 100%. 100%. خلاص؟ النقطة الثانية بقى إن النهارده اللي بيبني أو المستثمر اللي بيبني في مدينة الشروق هو بيبني في مكان يمينه ساكن وشماله ساكن وقدامه ساكن وشوارع أسفلت. تمام. لكن اللي بيبني في الأندلس هو مش عارف يسكن إمتى. يعني هي جاهزة للسكن الفوري حالياً. فوراً. يعني لو حد هيشتري هينفع يسكن، لكن لو هيشتري في منطقة أخرى هيستنى شوية على المنطقة. وانس استلم وانس سكن. أوكي. ما فيهاش أي مشاكل خالص. تمام. فعشان كده هي الفرس الرابح للاستثمار. تمام. وأنا يعني كان لنا مقولة زمان نقول إيه؟ اللي خلى التجمع يبقى أغلى من مدينة نصر ظهر في التجمع نفس المشاكل الاجتماعيه اللي هيخلي الشروق في يوم من الايام اغلى من التجمع. تغلى. بالظبط، لانها التجمع هتبقى طارده للسكان جذبه للاستثمار. يبقى شقه حضرتك عامله ايجار 20,000 جنيه بس مش لاقي حد يديك فيها 2 مليون جنيه. تمام. زي اللي حصل في مدينه نصر بالظبط. اوكي. فهيخلي واحد يبيع شقه التجمع وياخد بيها فيلا في الشروق. تمام. فده اللي هيخلي النفس اللي حصل من 10 سنين او من 15 سنه ما بين مدينة نصر التجمع والتجمع هو اللي هيحصل ما بين التجمع وما بين الشروق. طيب خلينا نقول يعني السوق العقاري فيه حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. في شركات كبيره مطورين بيشتغلوا وخايفين على اسمهم وحارسين على العميل اللي بيبيعوا له، وفي شركات متوسطه عايزه تفضل متوسطه عاجبها المقاس اللي هي جواه وعايزه برضو تحافظ على العميل بتاعها وليها سمعه سوقيه وتخاف عليه. وفي بعض الناس الدخلاء على المهنه بيدخلوا جوه المجال ما بيبقوش ملتزمين بالشكل الكافي، ما بينفذوش اللي بيعودوا بيه العملاء بتوعهم. فهل في مقترح لعمل شكل يظبط العلاقه ما بين المشتري والبائع او المطور، نحافظ بيه على المطور العقاري والمستثمر المتوسط والصغير ونحافظ بيه على المشتري؟ بص يا دكتور، احنا عندنا في معادله الاستثمار العقاري ثلاث حاجات. تمام. عندنا عقار وعندنا مشتري وعندنا بايع. تمام. العقار ده لازم يتوفر فيه المرونه والصلاحيه والتداول. تمام. يعني ايه؟ يبقى انا عندي عقار الارض دي قابله لنقل الملكيه، لكن هو دلوقتي الجهاز بيقول لك انت ما ينفعش تبيع فيها الا لما تخلص مباني، والجهاز عارف ان انا واخدها وببيع فيها من قبل ما اخلص مباني، والمشتري عارف ان انا واخد وببيع فيها من غير ما اخلص مباني. تمام. طب ما نخليها مقننه بحيث كل حاجه تبقى تحت رعايه الجهاز. تمام. يعني انا عايز بنادي بفكره العقد الموحد. حضرتك يا جهاز مدينه يا هيئه المجتمعات العمرانيه، طلعت ارض، انا دلوقتي الارض دي بتاع الدكتور ابراهيم وانا عايز اشتريها، طب ما نروح نحرر العقد في جهاز المدينه.
يبقى خلاص، يبقى معروف في جهاز المدينة الأرض دي بتاعت الشقة، الأرض دي بتاعت دكتور إبراهيم واشتراها من فلان بموجب توكيل رسمي، فيتنقل ده. ولو الجهاز خد رسوم على كل إجراء بيع أنا هدفع وأنا مستريح، وحضرتك هتدفع وأنت مطمن. فخلاص بقى دلوقتي مش هيخلي فيه أي مطور عقاري أو أي مستثمر يقدر يبيع شقة مرتين. لأن لا أنا ما بتكلمش عن مرتين، أنا بتكلم على إن محدش يكتب عقود بمزاجه. يعني ايه؟ ما هو ده العقد يعني الموحد، يعني المطالبه بعقد موحد له شكل واحد معتمد من هيئه المجتمعات العمرانيه او وزاره الاسكان. هقول لحضرتك، يقول لك ده شكل العقد تمام اللي ينفع تبيع بيه شقه او تشتري بيه شقه، غير كده مش عقد. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان العقد ده بيوفر حاجتين، بنود تضمن حق المستثمر تمام وتضمن حق المشتري تمام، وتقفل النصيبه السوداء اللي احنا فيها اللي هي نسبه التحميل. يعني ايه؟ انا اشتري شقه 120 متر صافي بتاعها ويحسبها لي على انها 180 متر، وحضرتك نفس العماره اللي جنبي بنفس المساحه واخدها على انها 200 متر، مفيش لا ظابط ولا رابط على نسبه التحميل. فليه ما يطلعش وهي الرخصه اصلا هو بتطلع؟ مش في نسبه تحميل متعارف عليها؟ ما يعني من الى مطاطه جدا، مطاطه جدا وما لهاش اي مقياس ليها. مش من الى يعني مثلا الدوله مثلا النهارده مثلا بتبني مثلا في جنه ودار مصر تمام مثلا، اكيد في نسبه تحميل، نسبه تحميل المتعارف عليها اللي هي كام؟ 25% مثلا او 20%؟ هي هي الدوله بتعمل ب 20% او 18% كمان، اللي هي النسبه المفروض الرسمي انها تتعين. المستثمر بيقول ان هي 25% لكن هي في حال في حد في الحقيقه 30%. 30% في الوقت. فعشان كده طيب حضرتك كوزاره اسكان طلع عقد موحد بيقول ان الارض بتاعه سعادتك تمام بتطلع فيها 12 شقه بخمس عقود، الخمس عقود نسبه تحميل عادله تؤدي الى كذا تمام، يبقى خلاص كده قفلت مداخل ونيجوشيش ممكن يحصل. فيبقى كده الدنيا مظبوطه بينا وبين بعض، انا بايع وحضرتك مشتري وجهاز بيحكم الامر تمام، فتبقى الدنيا ببساطه. طيب العقد الموحد ده المفترض انه يبقى في البدايه في شكل العقد متعارف عليه من وزاره الاسكان بالظبط، هي اللي تعمله، هي اللي تعمله، واي حد عايز يبيع يبيع بالنموذج ده، يبيع بالنموذج ده يعني. لا ده وهي كمان وكمان هي تطلع ايه يعني، انا دلوقتي هي مطلعه لي العماره فيها 12 شقه والرخصه طالعه بتديني 12 عقد، العقد ده هو اللي بيتداول بين الناس، 12 نسخه عقد تمام. اصلي. طيب معانا مداخله من مهندس امجد حسنين وكيل غرفه التطوير العقاري. يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا باشمهندس امجد. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. وحشنا والله، بقالنا شويه ما شفناكش في برنامج. والله تحياتي ليكم للمشاهدين الكرام. ربنا يخلي حضرتك. كنا بنتكلم عن خطوات لضبط السوق العقاري المصري، ومنها ان احنا بنقول ان يبقى في عقد متفق على بنوده يصدر من وزاره الاسكان عشان ما يبقاش في تلاعب ما بين، انت عارف طبعا المطورين الكبار بيخافوا على اسمهم وعلى وضعهم، وبعض المستثمرين الصغيرين او المتوسطين برضو بيخافوا على نفسهم، في بعض المتلاعبين في النص، فبيعمل طبعا عقد يبقى فيه بنود تخليه ايه، ما يبقاش مسؤول قوي تجاه المشتري تمام. الحقيقه احنا في غرفه التطوير العقاري شغالين على قانون اتحاد المطورين تمام. قانون اتحاد المطورين بيأسس اتحاد للمطورين العقاريين، والاتحاد ده هينظم المهنه ان شاء الله تمام. من ضمن العوامل المهمه جدا لتنظيم المهنه تمام، المهنه زي ما احنا بنقول هي يبقى في كل عقود المطورين فيها بعض البنود الثابته تمام، فده فعلا ملف احنا شغالين عليه، ولازم يبقى في بعض البنود الثابته اللي بتنص على ان العميل يستلم في التوقيت المناسب، اللي بتنص ان المواصفات تبقى هي نفسها اللي العميل اتفق عليها وخلافه. فاللي حضرتك بتقوله ده موضوع مهم جدا لتنظيم مهنه التطوير العقاري تمام، واحنا شغالين عليه ان شاء الله، وان شاء الله يعني في خلال شهور قريبه هنكون ادينا المهمه المطلوبه مننا بتنظيم السوق العقاري عن طريق انشاء اتحاد المطورين ان شاء الله. يعني ممكن، واتحاد المطورين ده هيبقى ليفل برضه، يعني في كبار مطورين ومتوسطين وصغار مطورين. لا هو اتحاد المطورين هيكون احد مهابه برضه تصنيف المطورين، فهيبقى في زي ما احنا متفقين في كذا درجه من المطورين، زي مطور مبتدئ ومطور متوسط ومطور عنده خبره يقدر يشتغل على المشاريع الكبيره تمام. والبنود العقود هتبقى موحده على كل المطورين تمام، اللي هي مختصه بالغرامات، مختصه بالتسليم، مختصه ان مواصفات العميل اللي اشترى بيها تتسلم له بنفس المواصفات. في بنود عامه لازم هيكون كل عقد مطور بيحتوي على نفس البنود ان شاء الله تمام. طيب في جزئيه صغيره كده،
بحكم ان الغرفه يعني احد ممثلي المطورين العقاريين او المستثمرين العقاريين، في مشكله في المجتمعات العمرانيه الجديده او اشكاليه بسيطه، ان في بعض مساحات الاراضي بتبقى مجبره بمساحات معينه للرخص، يعني هو جوه الكومباوند خرج من الدايره دي قلل الكثافه في الـ في الـ في الـ الو خطا. انا ازاي اخلي المطورين هم اللي يعملوا العقود اللي فيه الالتزامات اللي عليهم؟ ده هم اسم عشان خايفين على نفسهم. ده اسمه ايه؟ لا ده هو المطورين الكبار خايفين على نفسهم. لا خلي بالك، المطور الكبير العقد اللي فيه العقد. يعني انت سمعت، اسالك سؤال معلش، هو انت سمعت عن مطور كبير خد فلوس العملاء وهرب؟ لا مفيش، هو خايف على نفسه. الصغير ده بيلطه، يعني لما بيجي مطور صغير او مستثمر صغير بيلعب جوه السوق لعبه ويتكعبل بيأذي الكبار دول كمان، مش بيأذي بس الصغيرين. تمام، يعني هو بيضر السوق كرؤيه عامه. فهم خايفين، هم عايزين الناس اللي تشتغل في المهنه يبقى عليهم التزامات معينه. اقوم انا جايب كبار المطورين هم اللي يحطوا العقد والبنود اللي تبقى عليهم، هم هيحطوه ويعرضوه على وزاره الاسكان، هي اللي هتوافق عليه. ده شغل وزاره الاسكان، هي ده دور وزاره الاسكان، ان هي تحميني، هي اللي تعمله، هي اللي تعمله عشان تحميني. تمام، تحمي انا كمشتري، انا الطرف الاضعف الاجهل في منظومه البيع. رجع معانا مهندس امجد. باشمهندس امجد. ايوه مساء الخير. يا باشا معلش خطأ قطع. اتفضل. تمام، بقول لك يعني هو استاذ محمود، انا معايا ضيف استاذ محمود البسطي خبير عقاري هو. اهلا بسعادتك، الله يعزك. وكان بيقول مفترض ان وزاره الاسكان تبقى هي اللي تعمل العقد بشكل معين عشان يبقى ده دستور يعني يتعامل بيه. لا الحقيقه ان في كل دول العالم دايما بيبقى فيه اتحاد لكل صنعه، والصناعه دي الاتحاد فيها هو اللي بينظم المهنه. تمام، والاتحاد ده بيبقى شبه حكومي طبعا، ما بيبقاش خاص فقط، لكن بيبقى شبه حكومي زي اتحاد المقاولين كده في مصر. تمام، والنقابات الاخرى يعني. بيحافظ على اصحاب المهنه من ان هم يتاذوا من الناس اللي بيحافظ على المثلث اللي احنا متفقين عليه. طب الصناعه بتاعتنا دي فيها مثلث المحافظ عليه، اللي هو العميل والحكومه ممثله في جهه الولايه والجهه اللي بتنظم الصناعه والمطورين. طيب فاي علاقه لازم يكون الثلاث اطراف فيها كسبانين يعني. طب انا عايز اسالك سؤال، عشان السؤال ده جالي كذا مره وانا ما كنتش عارف اساله لمين. يعني جالي كذا مره في البرنامج وانا ما كنتش عارف اساله لمين. في القرى السياحيه وفي الكومباوند بياخدوا حاجه اسمها وديعه صيانه. بالظبط. تمام، وديعة الصيانة دي المفترض ان هو بيكتب في العقد انه هياخدها يستثمرها بالنسبة للبنك، بيستثمر بيها الودايع وهياخد العائد بتاعها يصرف بيها على المشروع. بالظبط فهم. تمام، مفيش جهة بتحاسبه عليها، لان في الاخر الفلوس دي ما بتبقاش موجودة، وهو بيقول لك هي بتجيب عائد 10 قروش، وانت لا عليك 5 قروش كمان تدفعهم او تكبر وديعتك عشان تكمل بقية النفقات. هل الغرفة، غرفة التطوير العقاري، ينفع انها تشوف الامر ده؟ لان ده امر بيضر كثير جدا من المشترين. الحقيقه ان احنا برضو ده من ملفات اللي احنا بنشتغل عليها، والمفروض ان كل مطور عقاري بياخد وديعة صيانه هي بيبقى بغرض الانفاق على المنشأ، مش بغرض ان هو ياخدها لنفسه. بالظبط، والمفترض ان الفلوس دي تبقى موجوده في حساب في البنك ما يجيش جنبها. بالظبط. واللي بيراقب على كده ومراقب الحسابات، لان القانون والعرف بيقولوا ان كل كومباوند او كل قريه سياحيه بتلم وديعه صيانه ليها. تمام، لازم يبقى فيه مراقب حسابات مستقل بيقدم تقريره للملاك كل سنه عن اداء المطور او اداء الشركه المسؤوله عن الصيانه. تمام، لكن هل في جهه في الدوله ينفع الناس لو في مشكله بينها وبين المطور تشتكي لها؟ يعني ينفع تشتكي للغرفه مثلا؟ طبعا ما فيش مشكله، احنا بنتقبل الشكاوي، ولكن الاساس هو مراقب الحسابات، لان مراقب الحسابات عنده الوقت والخبره ان يقدر يدقق كل اللي حضرتك بتقوله ده. هل الوديعه دي محطوطه في المكان الصح؟ هل العائد على الوديعه هو العائد الموجود في السوق؟ هل الصرف بيتم طبقا للقواعد والضوابط الموجوده؟ هي دي الاليات اللي بيتم بيها مراقبه الوديعه. تمام، ماشي يا امجد بيه، شاكرين لحضرتك جدا. شاكر. ونشوفك قريب بقى ان شاء الله معانا في البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. شكرا يا مجد بيه، ميرسي. طيب نرجع لموضوع الاستثمار اللي احنا كنا بنقول العقد. بالظبط. العقد انت بتقول ان الوزاره هي اللي تعمله. طبعا.
طبعا، وهي اللي يبقى ده شكل اسطمبه اللي عايز يشتغل يشتغل عليه، اللي عايز يشتغل يشتغل. لا هو يطلع الرخصه لما تطلع يطلع معاها عدد عقود بعدد الوحدات المصرح بيها. حضرتك يا فندم بتروح تشتري شقه ما تعرفش اذا كانت الشقه دي موجوده في الرخصه ولا مش موجوده، مش هيجي في بالك تسال. لما بتروح حتى الجهاز تسال، انت قصدك مع استصدار الرخصه يطلع عقود الوحدات، عقود الوحدات. يعني مثلا هي فيها خمس شقق يطلع خمس عقود بس بالعقل بقى تستم. بالعقل. يعني ما ينفعش ان انا اخد ارض في حي نادي هليوبلس في الشروق والحكومه تقول لي الدور على شقه، يعني انا ببني. طب ومين الجهه اللي بتقول ان ده دور على شقه او شقه؟ الوزاره. الوزاره مش الجهاز. لا الوزاره مش. لا طب والجهاز ما فيش في ايده ان يزود عدد الوحدات؟ لا ما لسه عبد الرؤوف بيقول لك انا بطبق القانون اللي عمل المشرع، هو ما أيوه هو زي فيه. زينا يعني. طيب في جزئيه ثانيه كنا عايزين نتكلم عنها عشان احنا وقتنا قرب يجري مننا. الشهر العقاري، هل في مقترحات لتطوير منظومه الشهر العقاري تفيد المشتري وتفيد البايع؟ احنا لا غنى عن وجود الشهر العقاري في اتمام عمليات البيع والشراء سواء للاراضي او سواء للوحدات السكنيه. تمام. طيب الشهر العقاري لازم تروح عندنا كده اسطمبه في الشهر العقاري، لازم يكون زحمه، لازم يكون دوشه، لازم يكون ضيق، فلازم يكون الدنيا دي متطلبات الخدمه. دي متطلبات الخدمه بتاعت الشهر العقاري. طيب احنا دلوقتي في دوله جديده بتتبني. طبعا احنا مش عايزين. انت لو شفت تطوير منظومه المرور، لو رحت المرور الجديد بتاع التجمع الخامس 6 اكتوبر هنا هتتخض يعني. طيب احنا في عايزين سفارة. قاعد في سفارة. احنا عايزين ناخد خدمات، يعني احنا بنحيي فعلا والله التطوير في الداخليه طبعا، في منظومه اقسام الشرطه وفي منظومه المرور. احنا بقى مش عايزين نحمل الحكومه حاجه، احنا عايزين نطرح الشهر العقاري للفرنشايز. يعني واحد مستثمر خد مقر 500 متر هو جهزه، ووزارة العدل تجيب الموظفين بتوع الشهر العقاري بالأجهزة بتاعتهم بس، والمستثمر ده ليس له رقيب، ليس عليه، ملوش دعوة بالعملية الإدارية الداخلية، هو ليه علاقة بالسيرفيس اللي بيتم اللي حواليه. أنا عملت مكان كبير، عملت تكييف كويس، عملت مركز تصوير مستندات محترم، عملت ميتنج روم لأن الناس بتعد فيها فلوس، عملت سيكيورتي، عملت مراقب بالكاميرات، عملت أماكن لكبار السن، بقى فيه سيرفيس، باخد عليه خدمه مميزه بالظبط، واخد عليه خدمه. الشهر العقاري التوكيل بيتعمل ب 100 جنيه، انا هاخد فوق ال 100 جنيه 100 جنيه. تمام. طيب كم واحد يعني زي استثماري بالظبط، حاجه استثماري بين الدوله وبين حد. النقطه الاهم اللي هي تعمل حاجه اجتماعيه، هو كم واحد اتضحك عليه في الشهر العقاري؟ وموظف شهر عقاري هو مش هي يعني موظفين الشهر العقاري الله يكون في عونهم، هو مش هيجاوب على استفسار ويتمم خدمه ويراجع ورق. طب ما نخلي فيه بارتيشن كده، فيه خبراء واستشارات للشهر العقاري بفيز. يعني بفيز باستشاره، وده يبقى متدرب واحد موظفين، ده هو احد موظف احد موظف الشهر العقاري، بحيث اجي اقول له ايه، والله يا استاذ انا المحامي قال لي اعمل التوكيل ده، التوكيل ده ليا فيه ايه وعليا فيه ايه؟ نورني. فيقول لي والله التوكيل ده يتيح لك كذا وكذا وكذا، والتوكيل ده يتيح لك كذا وكذا، وخد بالك من التوكيل كذا وكذا وكذا. هو مش ده الانتماء؟ تمام. هو انا يعني انتماء؟ انتماء المؤسسه ان هي تفضل دايما مراعياني في كل حاجه انا مش واخد بالي منها، عشان تسيبني انتج. تمام. وتسيبني اشوف شغلي، ماليش بقى حك ان اشوف لي، سيب لي شغلي. والشكل ده مش هيكبل خزينه الدوله فلوس، لا هيجيب لها فلوس. ده هيجيب لها فلوس. اوكي. ده كده ما يطور الموضوع ويجيب له فلوس. وهو الفكره دي هتخلي يعني تخلي الموضوع يبقى زي خدمه مميزه، خدمه مميزه مختلفه وبتقدم خدمات زياده ما بيقدمهاش الشهر العقاري العادي. وبالظبط. تخيل بقى لو حضرتك مستثمر وانا مستثمر، وحضرتك عامل شهر عقاري فرنشايز وانا عامل شهر عقاري فرنشايز، هبدا نتنافس في تحسين الخدمه لدى المواطن عشان نجذبه لينا، انا اجذبه ليا وحضرتك تجذبه ليك. تمام. فنتبارى في الخدمه، يبقى مين المستفيد؟ المواطن. والموظف الغلبان اللي هو طالع عينه في الشهر العقاري هو كمان يرتاح، وهو سيف تايم تو سيف ماني، يعني هو لما توفر له الوقت، لو هو دفع اجر زياده ما هو يعني على فكره مش هندفن نفسنا راسنا في الرمل، بيدفع. وحضرتك عارف ان في كل شهر عقاري انا قصدي هو حتى لو هيدفع في تحت بتخلص لك امورك وتدفع لها اللي في هيدفع اجر زياده، هيدفع اجر زياده في مقابل خدمه زياده وتوفير وقت بالظبط، وهيدفع يعني وهو مبسوط بالظبط. يعني زي النهارده انت ما بتروح تعمل شركه مساهمه
في خدمه مميزه. بالظبط. لو انت عايز تاخد الخدمه الفي اي بي المميزه دي هتدفع في الزياده. بالظبط. لكن بتاخد خدمتك اسرع وبتوفر خدمات اعلى من العادي. دفعت فلوس مش هتطلع تروح تصور ورقه وترجع يعني. دفعت فلوس وانا مستريح وحسيت ان احنا في دنيا الموضوع مختلف. التطور اللي ماشيه بيه مصر النهارده في بعض الجهات الاداريه مش قادره تواكبه. مش قادر يواكب سرعه الانجاز اللي بيحصل على ارض وبتعطله. مصر في خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالظبط. وبتعطله. تمام. فبتخلي الدنيا ملعبكه. بقيه الاداريات مش ماشيه بنفس السرعه اللي مطلوبه انها تؤدي الخدمه اللي بتعمل عليها انجازات. انا اقول لحضرتك حاجه دلوقتي. اي يعني قلنا ثلاث محاور بتاع الاستثمار العقاري. تمام. العقار والمشتري والبائع. تمام. المشتري عايز يشتري ومحتاج. تمام. بس عايز تطمينات. عايز يطمن. وعايز امان. تمام. تمام. والبائع حاجتين. يا بائع عايز يعمل اسم فعايز يبيعه هو. طول ما هو بيبيع طول ما هو بيكسب طول ما هو شغال خايف على اسم. بالظبط. خلاص. والعقار يبقى فيه مرونه شويه. بالظبط. طيب ايه المانع لو البنوك دخلت سندت صغار الممولين او صغار المطورين؟ بمعنى حضرتك اشتريت ارض بمليون جنيه سعرها السوقي مليون ونص، البنك يخش يمولك ب 800,000. تمام. ده يساعدك في الانتهاء مثلا من هيكل خرسان. تمام. حتى العقد اللي حضرتك هتبيع بيه هيبقى مثلا ايه، دكتور ابراهيم بائع، محمود البسطي مشتري، بنك القاهره طرف. تمام. فانا بحط فلوسي القسط بتاعي بدفعه للبنك. تمام. وحضرتك تاخد المباني بتاعتك من فلوس البيع او التحصيلات. تمام. يبقى البنك كانه استشاري ورقيب في نفس الوقت. المطور المقاول او المطور او المستثمر اللي مش هيقبل بكده يبقى مش جد. يبقى مش جد. تمام. فهمت قصدك. فكده البنك حمى ايه؟ شغل فلوسه بشكل محترم وضمن. حمى المشتري ودعم المطور المحترم. تمام. فالدنيا كده يحصل ايه؟ يحصل بقى الرواج ويحصل سهوله اتخاذ القرار اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو معطل عمليه الشراء. ان حضرتك مبطئها شويه. مبطئها. حضرتك معاك فلوس ونفسك تشتري وبعدين هو لو البنك بقى طرف هتبقى انت مطمن ان ورق المشروع مظبوط. خلاص بقى. ما البنك هو ده اللي وافق عليه. بالظبط. هو اللي راجعه وهو اللي هو اللي هيمن عليه. بالزبط. والارض بقى بتاعت بنك القاهره فحضرتك كمستثمر مش هتتصرف فيها. مش هتقدر تبيع الشقه مرتين. بالظبط. مش هتقدر تاخد ثلاث اراضي تاخد منهم مقدمات تشتري الارض الرابعه. لو حصل للمطور ده حاجه او المستثمر ده حاجه عندنا 24 ضحيه. طب ما ينفعش. يعني وجود البنك ده هيشغل فلوسه ويكسب من ناحيه وفي نفس الوقت هيساعد المطورين ويظبط حركه السوق بشكل ويدعم المطور. طب المطور لو صدق وبنى ونفذ بجوده عاليه بتوقيتات مناسبه البنك يقول له ايه؟ بدل انت ما تشتري تعالى بقى انا اللي اجيب لك. بالظبط. خلاص. فخلي هنا المطور اللي مش مظبوط السوق يلفظه لوحده. هيخرج لوحده من السوق. هيخرج. بالظبط. بالظبط. زي الفهلويه اللي كانوا بيشتغلوا في الشغلانه وخرجوا ما بقوش نافعين دلوقتي يبقوا موجودين. لا خالص بقى. مش نافعين. ما بقاش فيها حته. هم خدوا الضحايا وخلاص. بالظبط. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بالظبط. الدنيا تبقى بسيطه. طيب احنا وقتنا خلص. طبعا بنشكرك خالص الشكر على انا اللي اتشرفت بيك لقائنا العظيم معاك. ربنا يخليك. ونتمنى لك دايما يعني تبقى معانا كده وتقول لنا اراء جديده. انا اللي اتشرف بيكم. السوق العقاري كمطورين او كمشترين وترشد الناس لرؤى افضل تفيدهم في الاستثمار في مجال العقارات. يعني لو كل مجال في مصر سمعنا للمتاثرين بكل حاجه فيه هم دول اللي هم حاسين بالوجيعه قوي. زي كده ما قال عمنا سيد حجاب الهم واحد والهدف مشترك. كلنا وجيعتنا واحده وهدفنا واحد. حبنا واحده. فانتوا موجوعين في نفس الحته وهدفنا كلنا واحد. بالظبط. فتعالى نساعد بعض هنسمع بعض وننفذ مع بعض. تمام. بس تمام. أعزائي المشاهدين هنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. إلى أن نلقاكم السبت القادم 9 مساء نترككم في رعاية الله.